إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يوكن 2018، تغيير زيت الجير كامل مع الطنجرة، ماشي 103 أو 158 ألف. طبعا الرجال منتظم يغير كل 60 أو 70 ألف، ولكن كالمعتاد التغيير التقليدي اللي هو حبل الكرتير. على العموم، عند هذا المعالج لوكس عندي هنا فلتر وزيت الجير متكرفت. طبعا الرجال وانا جربتها، طبعا هذه السيارة اللي كان امس عليها تركيب تعديل الشتر، تركيب مبرد وصيانة البواب البواجي، كان فيه شوي بعض الحين تطلع وما تطلع، فيه زي النتعة او زي التفويتة في النمرة الثالثة او الرابعة. طبعا فحصنا الكمبيوتر ما في اي اكواد تخص الجير والمحرك، فقط اللهم اكواد عادية تخص اللي هو السماعة الأمامية اليمنى وطلع فيها كود، وأكواد تخص له اللمبات اللوحات الخلفية برضو طلع فيها كود، فما له علاقة فيه الآن. طبعا راح نغير إن شاء الله الزيت كامل مع الطنجرة، كامل مع الطنجرة. الإجمالي ما راح يقل عن 11 لتر نهائيا، فأنت لما تغير لي 6 لتر حق الكرتير يبقى عندك حوالي نص الكمية، إذا ما كان ينقص شيء بسيط، يعني حدود يمكن 5 لتر في الطنجرة نظام التبريد. يفترض أنك تغيره بالكامل عشان تكون الزوجة كلها جديدة ونظيفة. الآن راح نبدأ الآن نفك الكرتير ننزل الزيت، وبعدين طبعا هو المرحلة الثانية هي الأهم اللي تخص الطنجرة. المرحلة الأولى معروفة هي تخص الكرتير والتغيير التقليدي، لكن المرحلة الثانية هو الآن اللي بسويها إن شاء الله بعد ما نفك الهوز حق التبريد، وبعد ما نغير الفلتر والزيت الجديد راح نفك الهوز حق التبريد. طبعا اذا البلف معدل راح تفك الهوز اللي هناك، اذا البلف حق الوكاله شد المصنع عشان تغير الزيت عن طريق الهوز تفك الهوز اللي جهه السواق، لانه البلف يكون قافل وراح يفتح الزيت فيكون الزيت مصدره هنا، لكن اذا فتحت البلف راح يكون الزيت يجي من هنا ويرجع من اخر نقطه اللي هو قبل الجير. فكينا الزيت، طبعا ماشي على الزيت حدود 30 ألف من آخر تغييرة غيرها. وهذا عندي الزيت، يعني يعتبر شيء طبيعي استهلاكي، يعني ماشي حدود 30 ألف. كمان مغير تغيير نص الكمية. راح نفك الفلتر. نحط الزيت. هذا عندي كرتير، طبعا احنا كنا خايفين من البرادة والأشياء الشائعة اللي موجودة في هذه الموديلات، لكن الحمد لله لحد الآن ما في أي إشكالية. راح ننظف الآن المغناطيس، ننظف الوجه والكرتير ونركب. هذا الكرتير بعد التنظيف والوجه والمغناطيس، بسم الله ما شاء الله. هذا عندي الفلتر الجديد، راح نركب. طبعا الخاتم اللي هنا حق التثبيت ما يحتاج تغيره اذا كان الفلتر ثابت، فقط اذا كان الفلتر تسحبه بيدك ويطلع معك بسهوله غير، فما دام الفلتر ثابت معك صح فما يحتاج تغيير. ما شاء الله تبارك الله، ركبنا الفلتر. الان راح اركب ان شاء الله الكرتير. ركبنا الكرتير،
عشان حنفتح الماسورة اللي عندي هنا عشان نفرغ الزيت أثناء التشغيل. فكينا الهوز، خط الراجع من المبرد، قفلنا الماسورة اللي راح للمبرد. الآن راح نعبي الزيت. طبعا حطيت 8.5، النص هذه تعويض للعلب الثمانية لأنه ناقص من كل علبة 54 ملي، فعندي 8 علب يحتاج إلى 400 ملي، فحطيت نص علبة من التاسعة، صار عندي الآن 8 لتر. طبعا راح الطنجرة تأخذ الكمية اللي تحتاجها، الزايد راح يطلع، يبقى معي لتر في الكرتير، يعتبر بعدين من ضمن المعايرة. طبعا زيت الطنجرة يطلع عن طريق دفع بزيت، مستحيل يتفرغ الزيت بدون عملية الدفع بالزيت، لأن الطنجرة ما لها سرة ولا تتغير زيتها إلا بهذا الشكل. تعبي زيت وتشغل يصير زيت الجير يطلع على الطنجرة، اللي بالطنجرة يطلع على نظام التبريد. قبل أرجع نظام التبريد راح نحط إن شاء الله في الجرار هذا. هذا عندي الآن 8 4 و4، وعندي هنا نص. أول ما الطنجرة تأخذ الكمية اللي تحتاجها راح يطلع الزيت الجديد اللي زايد، وراح يتغير اللون بشكل أوضح. ما شاء الله تبارك الله، لاحظوا الآن عندي هنا 4 علب مع المعالج. المعالج عندي 700 ملي، حطينا منه 200 ملي، وزعلهم على 4 علب، من كل علبة 50 ملي، صار عندي لتر كامل إلا 4 ملي، يعني أقول 4 لتر ونص. المتبقي من المعالج صار عندي 4.5 مع المعالج، وعندي هنا نص اللي أنت في 5 لتر. 5 لتر وعندي في الكرتير متبقي حدود اللتر. طبعا برضو راح نشغل ونقيس، إن كان في نقص زودنا، وإن كان زيادة نقصنا، وإذا كان تمام اكتفينا. واصل معي على كلمة هوت، وعلى الحف الخط المربعات اللي على كلمة هوت بالملي، على كلمة هوت بالملي أو على الخط المربعات هذا اللي فيها كلمة هوت. الآن عندي لقول المرحلة الرابعة من السيارة الدورية حقة اليوكي 14. راح إن شاء الله نغير البلف حق النيسان هذا بعد ما نعدل على كوع وظلف حق الوكالة، ونغير الموية الأصلي الموتر كرافت مع تخفيف الموية المقطر. طبعا البلف حق الوكالة يجي غالبا يكون حين يعني فاتح الشرطة قبل النص، فتلاقيه عيبه دائما انه يقفل فيصير فيه تعليق مراوح، تيجي بعدين تغير بلف كامل مع الكوع وتدخل في دوامة انه البلف صار اقوى من السابل، فتلاقي الحرارة عندك على النص، وغالبا تكون في نطاق ال 92 93 مع المكيف بشكل استمرار. غير البلف السابق اللي كان عليه، البلف السابق اللي كان عليه كان يفتح او كلها هي يعني الضغط حقها او
البلف يفتح على 88 عفوا 86، ولكن البلف الجديد يصير دائما مشكلته انه اقوى، فيصير المقاومه او الفتح مختلف عن السابق. فبعون الله راح نحل المشكله هذه وننهيها نهائيا، راح نعدل على الكوع. طبعا في طريقه ثانيه يجي فيها كوع من شركه اكسيد، بس للاسف الان صار غير متوفر في الموقع عندهم. هذا الموقع فيه يعطوك كوع نفس انه البديل حق ال14 او هو حق 15، لكنه الحجم والتصميم الداخلي يركب عليه اي بلف من بلوف الحراره حقت الموديلات 2014 حتى هو اليوكن وما قبل، البلف الكبير، البلف الكبير. وسبق طرحت عنه ونزلت عنه بلف اكسيد يجي بنفس التصميم حق ال 2015، لكنه داخليا بنفس التصميم ويركب عليه البلف حق الموديلات 14 او من 2000 الى 2014. هذا جت الكوع مدمج معاه البلف ولا يتغير الا مع الكوع كامل. السابق ال 14 وما قبل كان يجي الكوع لوحده والبلف لوحده وما في اي مشاكل. وحتى الان في موديلات 21 مع انه نفس المحرك، كان في اختلاف فقط اللهم نظام توفير الوقود، اما نفس المحرك ولكن رجعت الشركة بلف الحرارة في موديلة 21 نفس البلف حق 14 وما قبل، يعني كانت عندهم تجربة للأسف فاشلة عشان كده عدلوها في الموديل 21. طبعا الرجال برضو هنا يتغير ترمبة أو قلبة ترمبة حقة الموية وغير معها البلف، ولاحظوا حتى أثار السيليكون، يعني ما يحتاج سيليكون، البلف يجي عليه وجه فما يحتاج سيليكون. على العموم راح الآن نفك الهوز حق التبخير تفيز القربة برضو حق التبخير اللي هنا، وراح نفتح برضو هنا القفيز حق قربة الهواء. فتحنا قربة الهواء، أنا راح نفتح مسامير حق الكوع اللي عندي هنا ثلاث مسامير. وقبل شيء راح نفتح الهوز من الكوع، نفتح برضو الهوز حق التنسيق. صراحة تعبني الهوز حق الترمبة هذه، حط لي سيليكون ليش ما أدري، لاحظوا حط لي سيليكون في الكوع سيليكون، والله كلها ما يحتاج السيليكون دي كلها. تكسد او ترصبات املاح مسك الغطاء. طبعا في كسور من جوا الراس الداخلي عشان نطلعها، الا ما انا ما طلعت الا بعاد بالعافيه، لكن انا لما ركبتها مره ثانيه وزيتها تزييت الجلده الداخلية ما طلع معي إلا بالعافية. لاحظوا زيتناها وركبناها، عندي هذا الداخلي يتحرك طبيعي، لكن للأمانة ما له أمان. أنا مرة صارت معي زي كذا وكان يمسك وما يطلع، وبعدها للأسف من كثر ما أفك و اسحب وسحب عن طريق القرص انكسر معي، فغيرت واحد جديد بالكامل. طبعا سعره حدود الظاهر 50 ريال الى 35 الاصلي. الان شوفوا لاحظوا بدا التزييت، بس برضه يبقى ملومه صراحه لان اول كان بسبب الجفاف ماسك في الجلدة الكبيرة هذه ماسك في عنق القربة. العقب الآن فكينا قربة الموية، راح الآن برضو نفتح البلف زي ما ذكرنا سابقا، وراح نطلع إن شاء الله الموية عن طريق السرندلات، وراح نطلع الموية إن شاء الله عن طريق الليات اللي عندي هنا في الترمبة اللي رايح لثلاجة
المكيف الأمامي والخلفي. طيب الوجه حقه موجود، يعني ما يحتاج سيليكون صراحة. هذا البلف راح ان شاء الله نعدل عليه، نشيل القواعد هذه، نشيل البلف من جوه. هذا الان مكونات البلف حق الوكالة. هذا الشكل، راح نشيل القاعدة هذه، نشيل القواعد هذه، ننظف السيليكون أيضا هنا. أيضا عندي برضه البلف النيسان هذا اللي يفتح 76، راح نشيل ال السوستة هذه اللي هنا حق التنفيس، لأن في هنا زي الدائرة راح نشيلها عشان يسنتر معنا في البلف فقط. نشيل الجلدة هذه الوجه. نشيل هذه فقط بس. راح انفخها ان شاء الله من هنا. وراح يطلع معي موية ان شاء الله من هنا. راح نفتح واحد من الهوزات هذا، الاثنين كلها انفخ في واحد، يفترض ان الثاني يطلع مويه عشان يطلع المويه اللي في الثلاجه الاماميه والخلفيه. كلها سيليكون سيليكون سيليكون، ما ادري ايش الهدف. طبعا بس بعد التجربة، لأنه لازم واحد يمسك معي. قفلنا الهوزات، أيضا قفلنا الهوز اللي هنا حق الترومبا. أنا راح أركب البلف، هذا البلف بعد التعديل، شيلنا القاعدة اللي جوا. هذا الآن القاعدة جاهزة للتركيب، وهذا عندي البلف الآن شلنا حق التنفيس اللي هنا الفتحة، وهذا البلف الآن سنترناه بالملي من جميع النواحي. لاحظوا من جميع النواحي سنتر من جميع النواحي. الآن بس نركب الوجه ونقفل
او نطبق ال الكوع. ايضا ممكن راح احط سيليكون بسيط ما بين الوجه اللي هنا والقاعده هذه الاطار هذا عشان نحكم انه ما يكون فيه تسريب مويه ويصير زي البث الفاتح. هذا عندي السيليكون حطيته مع الوجه والاطار اللي حول الوجه فقط عشان بس لو في ثغره مثلا بسيطه يغطيها. ما شاء الله تبارك الله ركب. وهذا عندي البلف من الداخل. راح نركب الكوع او الهوز الكبير والهوز حق التنفيذ. قبل اطبق قربة الهواء راح نكمل اجراءات تعديل الهواء حق باكم الفرامل. الهواء حق باكم الفرامل في اغلب السيارات قديم ولا جديد، في اغلب السيارات سحبية الهواء عن طريق الثلاجة في اليوكن في التاهو اساسا ما جت ترمبة الباكم الفرامل هذه. طبعا هذه ترمبة الباكم الفرامل احيانا تشغل طلع فيها صوت زي التكتكة. طبعا هي المشكلة ما هي في الصوت، المشكلة انه نظام جديد الهدف منه استنزاف لا اكثر. يعني ليت انه بس فيه فائدة واحدة تميز عن سحبية الهواء عن طريق الثلاجة، ما كان والله عدلنا ولا غيرنا. لكن للأمانة سعرها مبالغ فيه، أعطالها كثيرة. أيضا لو دعست الآن وهي جديدة نظيفة أو شغالة تدعس مرتين على الفرامل تحجر معك. لما نعدل عن طريق سحبية الهواء لك 24 ساعة أدعس فرامل عليها إذا حجرت لك مني أنا أتكلف لك بقيمة الطرمبة والأشياء اللي ألغيناها عشان تعرفون أنه برضو كان أنظمة من ضمن أنظمة الأشياء اللي كانت موجودة في 2015 إلى 2020 ومنها تصميم البلف بهذا الشكل وبلف حرارة الجير وطرمبة باكم الفرامل. هذه كلها في الموديلات 21 صار بلف حرارة الجير يفتح على 70 وداخلي في مخ الجير. بلف حرارة المحرك عدلوه نفس الموديلات 2014 وما قبل، البلف الكبير اللي يجي في الترمبة في الجنب. باكم الفرامل هذه أو الترمبة هذه ألغوها في موديل 21 وصار عندهم نظام الـ ABS مباشرة على علبة الفرامل، نفس النظام اللاند كروزر أو بعض السيارات. ولكن النظام هذا الترمبة نفسها ألغوها نهائيا، يعني كانت نظام فاشل. فالحين راح نفصل الهوز من الباكم ونفصل الهوز من الترمبة الباكم الفرامل وراح إن شاء الله نحط سحبية الهواء عن طريق الهوز اللي جاي من بلف التبخير. أنا عندي بلف التبخير رايح للثلاجة، راح نفتح الهوز ونسوي له قسام وبعون الله يرجع النظام طبيعي. بيقول لي الواحد طبعا يمكن الآن كذا تأثر التبخير حق زيت المحرك على الباكم، ما في أساسا نظام الباكم يعمل عن طريق سحبية الهواء وليس عن دفع، فهو المحرك أو ثلاجة المحرك تسحب الهواء اللي في الباكم، فحتى لو في ترشيح وتبريد التبخير ما راح يدخل على الباكم لأنه هو عبارة عن سحبية هواء، فما راح يتأثر الباكم. ولو كان بيتأثر الباكم كان ما كان أغلب السيارات اللي قبل وفي أغلب الشركات سحبية الهواء عن طريق الثلاجة. هذا حساس الباكم الفرامل، هذا الهوز حق الترمبة الفرامل، وهذا الهوز حق بلف التبخير. كل اللي علينا الآن بس إنه المجرى الهواء هذا راح نعدله على القسم هذا، بيكون الفاصل بينهم أو الرابط بينهم القسم هذا. هذا عندي حساس الهواء حق الباكم، وهذا عندي حق التبخير الهوز حق التبخير، وهذا عندي حق الترمبة. هذا حق الترمبة خلاص راح أسوي له سدادة سيليكون وقفل. هذا القسام راح ان شاء الله نستغله في توصيل الهوزات هذه الان، راح الوصلات هذه راح ان شاء الله نوصلها في الهوز اللي رايح للتبخير للثلاجة، وهذا راح ان شاء الله الباكم لخط
التبخير. هذا عندي أول راس اللي هو حق غلف التبخير. راح نمد الهوز ونسوي القياس. وبعد هنقص. وهذا لون الهوز الثاني حق الثلاجة. ركبنا فيه الراس الآن. بس نسوي قياس. وهذا الآن الراس حق الحساس الغلف الباكم. بعد التركيب وما يحتاج أي قفيز نهائيا لأنه راكب بالعافية بالقوة فما راح ينفك نهائيا أساسا هو بس سحبية هواء. ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا عندي هنا هذا الهوز جاي من بلف التبخير من هنا. لاحظوا طبعا هذا الموير ريديتر ورايح القسام للثلاجة. لاحظوا وهذا الفاصل اللي هو القسام رايح لحساس وبلف الباكم وما في اي تنسيم ولا فيه اي شيء. الهوز رابخ ومحكمة التركيب في المخارج وما يحتاج اي تكلف. راح الان بس نقفل المخرج هذا ونلغي السير حق الترومبة باكم الفرامل ويصير النظام ملغي بالكامل. الحين هذا صمام او مخرج الترومبة قفلناه. الان عندي نظام جاهز من مجاميعه. راح بس نركب الان قرفة الهواء ونشغل. ركبنا الهوز حق التبخير. شدينا القفيز. الهوز الثاني حق التبخير. القفيز حق فلتر الهواء. ايضا عندي هنا السير بعد القص. الان عندي ترمبة الباكم ملغية نهائي. انا راح اشغل سيارة ونمسح الاكواد لانه فصلنا الفيش حق حساس الهواء. مبدئيا لاحظوا او اسمعوا صوت المحرك. ما شاء الله تبارك الله. ترمب عندي الان واقفة. ما تسمع له بس صوت حركة المحرك. لا لكلكة ولا تكتكة حق ترمبة الباكم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا ساكن ما في اي تهريب. الآن عبيت 3 جالون بالكامل. طبعا أنا كل جالون في 4 لتر إلا ربع وأنا حطيت 3 مقطر في كل جالون. 3 مقطر أو 3 لتر في كل جالون. يعني ممكن يكون في تركيز نوع ما زيادة حدود ال ممكن نص لتر. الآن حطيت 3 جالون وانتظر بس البلف يفتح. طبعا دخل على الجهاز وبس خلي البلف يفتح وخلي يصل درجة الحرارة الى الثمانينات وراح اشغل المكيف لانه بدون مكيف ما راح يتغير شيء لانه يتحكم فيها المروحة والمروحة في هذه الموديلات تشتغل بعد المية السرعة الاولى. لكن مع المكيف هو اللي يفرق. مع المكيف لان المروحة شغالة باستمرار هو اللي يفرق. لاحظوا عندي الان تو الان وصلت الحرارة 78 راح خليها توصل لـ80 وممكن اخليها توصل لـ90 عشان البلف يفتح بشكل اكبر. البلف اذا فتح راح ينقص الموية. لاحظوا الان الموية مستوى لهنا. طبعا انا محط موتر كرافت الموية الخضراء لازم يكون المستوى هنا بس انا عشان ما راح اعبي حتى بس اتاكد انه القياس يكون ثابت انه ما عاد يكون في اي حاجة للتسريب. تعمدت انه خلي الحرارة تكون طبيعية بدون مكيف لين توصل 100 الان تشتغل مروحة بعد راح اشغل المكيف.
ظلال 100. نشوف الآن المراوح، لاحظ الآن طافية. طبعا هذا البخار حق المويه اللي في الراديتر من الخارج. لاحظ الآن اشتاق المراوح. راح الآن تنزل إلى 95، تطفي المراوح. لاحظ الآن حدها 95 أو 94 تفصل المراوح، ترجع مرة ثانية وتكون في هذا النطاق بدون مكيف، وتكون في هذا النطاق من 94 أو 95 إلى 100، طبعا في الوقوف بدون مكيف. الآن شغلت المكيف، شوف الفرق الآن. ما شاء الله تبارك الله، لاحظ الآن هذا بس في الوقوف واصل 84 وممكن تنزل زيادة. راح ناخذ فيها مشوار وبنشوف بعد الاستخدام. الآن راح نجرب التغييرات. أول كان في عنده نتعة في النمرة الثالثة أو الرابعة، ولكنها يعني تجي في بعض الأحيان وبعض الأحيان ما تجي، لكن بنشوف الآن هل فرقت معنا مع التغيير ولا لا. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك خير ويعطيك شر. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو البلف يفرق معنا حدود ال 10 درجات او 11. حق الوكاله يفتح على 88، احنا ركبنا 76، يعني نعم الفرق 10، الفرق 10. والان ما شاء الله معطيني الفرق 10 عن حراره الامس. الان نقول 82، امس كانت من 92 الى 94، الان بيكون في هذا النطاق السياره ماشيه، لكن في الوقوف راح ينزل الى 81 80. طبعا لاحظوا دقه المؤشر، امس كان في المقطع درجه الحراره 92، كانت الحراره في النص، مع انه مو وصل 100 يعني 90 او 92، ولكن الان نزلت بس 10 درجات. لاحظ المؤشر وين نزل، ينزل اقل من النص بشرطه او شرطه الا هذا. لو في سياره ثانيه تنقص منها لو 20 درجه ما راح يتغير معاك ولا راح يبين معاك. وانا مركب على الكامري وعلى الكيل بي كانت 16، مركب عليها 76 والكامري مركب عليها 70، ومع ذلك ما يبين معاك انها في تغير ولا لا، لانه الرنج اللي فيها عشان يتغير كبير. لكن في السيارات الامريكيه لاحظ الفرق، فرق عن امس، وهذه 10 درجات، وهذا يبين لك دقة حرارة او حساس الحرارة في السيارات الامريكية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا الرنج الطبيعي، هذا الرنج الطبيعي على البلف الحالي. الله يعطيه خير ويكفي شره يا رب. حرارة الجو 38.